حذرت المديرية العامة لحرس الحدود، حذرت هواة الرحلات البرية والمتنزهين والباحثين عن نبات الكما أو كما يسمى وعرف بتسميته محليا بالفقع، حذرهم من الاقتراب من المناطق الحدودية وأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع الاقتراب منها. وشددت المديرية العامة لحرس الحدود على أن كل من يتجاوز المناطق الحدودية البرية المحظورة بعمق 20 كيلومترا سيعرض نفسه لعقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 30 شهرا أو غرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال أو بهما معاً.